أم إماد صاحبة مشغل مداخل موصل. طبعاً هو الشيء الإيجابي اللي خلاني أفتح هذا المشغل، طبعاً خلق لك بعد مصيبة. أي إنسان يمر بظروف صعبة يكون قوي، الظروف الصعبة تولد أقوياء. فريدت أكون امرأة قوية لا ضعيفة، لأن الحياة ترفض الضعفاء. بعد ما استشهدوا أولادي، طبعاً واحد بداية الأحداث، واحد بعد ما تحررنا. الكل يعرف الأم لما تفقد أولادها إيش يصير بيها، تحس الحياة توقفت، تحس اللحظات توقفت، وكأني أتجرع لحظات الاحتضار. لكن إلى متى؟ هو الإنسان اللي يروح ما يرجع، وراح رب أرحم مني ومنكم، راح من هاي الدنيا الفانية إلى آخرة باقية. فقررت، وهذا قراري، بأن أقف وأشتغل وأساعد الأهل المصائب اللي مثلي وأكثر. بحكم عملي بأن أساعد الأرامل المحتاجين، كثير من الأرامل رفضت تأخذ الصدقة وطلبوا مني عمل. هو هذا الصحيح، أقول علمها على الصيد ولا تعطيها السمكة. ففكرت أي عمل يناسبك المرأة الموصلية، طبعاً هل شهادات قيادين، اللي عنده خبرة ماكينة اشتغلنا على ماكينة واشتغلت، واللي عنده خبرة صالون. لكن ما كل النساء عندهم هاي الخبرات، لكن كل النساء عندهم خبرة خلق لك الطبخ. ودائما يسالوني يعني ليش اكل يعني الموصل مميز عن المحافظات. فاكلاتنا احنا تراثيه، الكباب العقوق، الدولمه، البرياني، ورق العنب. ودائما يسالوني ليش مميز الاكلات اللي عندكم. نحن نشتغل حسب الطلب، يعني اشو تريد، الدولمه حامضه، فاهيه، زايده ملح، زايده فلفل، بهارات، من هاي الشغلات نكتب الملاحظات. والحمد لله البنات يبدعون بهذه الطبخات. بدأنا بعاملتين، واليوم أكثر من 30 أرملة يشتغلون بهذا المشغل. وعلى فكرة عندي امرأة توصل يعني تخلق لك الخدمة الأكلات، خدمة التوصل، توصل إن هي للبيوت. وأصبح هذا المشغل البيت الآمن، لميت من كل الطوائف، تخلق لك مثل ما صار بينا تعايش سلمي، التركمانية والكغدية والعربية والمصطاوية والسنية والشيعية كلها بهذا المشغل. فصار عندنا تعايش سلمي، والحمد لله أنا فرحانة بهذا العمل. وأشجع كل امرأة تطلع تشتغل. الإسلام عندما أنار العالم أعطى حقوق للمرأة، فكانت أول تاجرة في الإسلام فكانت هي أمنا خديجة. فليش ما نقتدي بهم؟ ليش ما نطلع ونشتغل؟ ليش تقفين أو تمدين إيدك على آخرين؟ فالحمد لله نجح هذا المشروع.